بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. كل يوم بنتقابل مع بعض في لايف ستريم في العشر الأوائل من ذي الحجة. اتفقنا إن إحنا هنعمل مع بعض كل يوم مجلس علم علشان ناخد ثواب المجلس ده. حضور مجلس العلم من أشرف الأعمال اللي بتقربنا لربنا سبحانه وتعالى. سيدنا النبي كما في صحيح مسلم من حديث سيدنا معاوية بن أبي سفيان إن مرة سيدنا النبي خرج من أوضته غرفته الشريفة وكانت ملاصقة للمسجد، وبص على الصحابة كده لقاهم قاعدين، قال: ما أجلسكم؟ قالوا: يا رسول الله، جلسنا نذكر نعمة الله علينا وما أنعم الله به علينا من الإسلام. وفي الرواية التانية: وما من الله علينا بك. قاعدين بنتكلم على نعم ربنا وإن إحنا عايشين معاك. قال: آه الله ما أجلسكم إلا هذا، بيحلفهم. قالوا: آه الله ما أجلسنا إلا هذا. إحنا قاعدين دلوقتي بس بنذكر ربنا زي حال حضراتكم بالظبط، بنذكر ربنا مع بعض. قال: أما إني لا أستحلفكم تهمة بكم، ولكن جبريل أتاني يقول إن الله يباهي بكم الملائكة. ربنا سبحانه وتعالى يعلم إن هذا الإنسان المخير اللي يعرف يختار دلوقتي يبقى غافل، ويعرف يختار يبقى عاصي، هو اختار إنه يذكر ربنا. ففي اللحظة دي زمان الملائكة قالوا علينا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فلما حضرتك وحضرتك كإنسان مخير تختار تسبح بحمد ربنا في مجلس الذكر ده، ربنا يباهي بنا الملائكة اللي زمان قالت إن إحنا مش هنفتكر ربنا بل هنفسد في الأرض. فالحمد لله إن إحنا كنا من الناس اللي ربنا قال فينا إني أعلم ما لا تعلمون. اتفقنا في المجلس هيبقى فيه معلومة وهيبقى فيه معنى وهيبقى فيه دعوة. المعلومة الأولى مرتبطة بالاستخارة. ناس كتير بتسأل بتقول لي: لو أنا بستخير على حاجة معروف هدعي دعاء الاستخارة بعد الصلاة أو حتى من غير صلاة، لكن لو بستخير على حاجتين أعمل إيه؟ العلماء قالوا: لو في حاجتين أنت حيران ما بينهم، شغلين معروضين عليك، عريسين جايين لحضرتك، عروستين أنت بتشوفهم ربنا يوسع على الجميع، أكتر الأسئلة المشهورة بتبقى في الشغل في الجواز، مكانين تسافرهم معروضين عليك، قال لك في صلاة الاستخارة الواحدة تقول: اللهم إن كنت تعلم إن الشغل ده أو الشغل ده فيه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي. وإن كنت تعلم إن الشغل ده أو الشغل ده، في نفس الدعاء تقول الاثنين، فيه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفه عني، ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. يبقى الاستخارة على حاجتين بتبقى في دعاء واحد. دي كانت المعلومة. يبقى المعنى. أنا الحقيقة المعنى اللي هاجم علي النهاردة هو مش معنى مرتبط بالعشرة الأواخر قوي قد ما هو مرتبط بسيدنا إبراهيم، أشهر يعني إيه أنبياء الحج أو أشهر الشخصيات اللي ليهم سيرة بالكعبة، والكعبة بتخيم بظلالها علينا اليومين دول. أنا اليومين دول مسيطر علي الحيرة، أنا محتار، عندي بعض القرارات في أكتر من جانب مهم جدا في حياتي أنا محتار فيها. أنا بكلمكم عن حيرة شخصية يعني في بعض الجوانب المهمة الخاصة بي وخاصة بأسرتي. وأنا الحقيقة قابل الحيرة دي. علماء النفس بيقولوا إن الإنسان اللي بيحتار بينمو. لو كل واحد عارف دايما ياخد أنهي قرار في أي وقت يبقى الواحد مش هيتعلم حاجة، لكن الإنسان لما بتصيبه حيرة بيبدأ يفكر هيعمل ايه، ويقارن ما بين البدائل اللي قدامه، ويروح يستشير ويروح يستخير ويقعد يفكر ويعصر دماغه ويطلع بحلول ما خطرتش على باله. فالحيرة فيها نمو، لكن الحيرة مؤلمة، والحيرة بتشعر الإنسان بالعجز. عشان كده العلماء علمونا ان لما الإنسان يكون محتار لازم يتقبل هذه الحيرة. الحيرة بترد الإنسان، بترجعه لأصله وهو الفقر إلى الله. سيدنا ابن عطاء الله بيقول: ليس هناك وقت أعظم من وقت ترد فيه إلى فاقتك وتشهد فيه وجود ذلتك. أكتر وقت أنت بتبقى فيه إنسان، بتبقى فيه عبد، وأنت حاسس بالفاقة. الفاقة يعني الاحتياج والفقر إلى الله. أنا مش عارف أعمل إيه، لسان حالي من جوايا كده: يا رب أنا مش عارف، أنا مش فاهم. ولسان حالك: يا رب أنا فقير لمعلومة تدلني أخذ أنهي قرار. ولسان حالك: يا رب أنا فقير لنصيحة اجريها يا رب على لسان حد من حبايبك يقولها لي عشان أستقر وأخذ قرار. بس وقت الحيرة ده
وقت جميل. حتى وإن كان الإنسان بيقول يا رب أسألك العافية من الحيرة، يا رب أنا مش عايز أحتار، عايز الدنيا تبقى واضحة قدامي، لأن الحيرة فيها نوع من الضبابية والخوف من القرار. لو أنا هقرر أمشي يمين ولا شمال هيترتب عليه تغيرات في حياتي. بس صدقني، اقبل الحيرة اللي أنت فيها وابدأ خد بالأسباب، إنك تفكر في إيه اللي مطروح قدامك من الاختيارات، وهات ورقة واكتب زائد وناقص وشوف ايه اللي زائد اكتر وايه اللي ناقص، ولو الزائد كسب يبقى العقل هنا اختار الطريق ده اللي الزائد فيه هو اللي كسب. استشير اهل الخبره اللي ممكن يكون ليهم تجربه، خاضوا التجربه دي قبل كده، فينقلوا لك حاجات انت ما شفتهاش هم شافوها. وادعي ادعي، ودي علاقه سيدنا ابراهيم بالموضوع. يوم ما سيدنا ابراهيم ربنا امره انه يسيب السيده هاجر وسيدنا اسماعيل الرضيع في مكان لا زرع فيه ولا ماء زي ما يقال في الكلمة المشهورة، فإذا بي يفضفض مع ربنا ويدعي ويعني ويمتثل حال الفقير إلى الله. يوم ما قال ربنا إني أسكنت من ذريتي، بيفضفض بيحكي، ما ربنا عارف الكلام ده، بيفضفض: أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. معلش يا رب، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. عارف لما حد يقول يا رب ارزقه ابن الحلال، يا رب وقف له ولاد الحلال، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. كأنه بيقول له ربنا أنت عالم بحالي، وأنا بقول لك يا رب وأنا حيران، أنا بتكلم عن نفسي بفضفض، بما إن هو لايف يعني فإحنا على الهوا، فأنا بحكي عن حالي، أنا بفضفض معاك يا رب بقول لك أنا حيران، ساعدني، ساعدني بنصيحة من حد، ساعدني بمعلومة كانت خفية عني اكشفها لي عشان أعرف أخد قرار، ساعدني يا رب إن أنا وأنا ساجد أدعيك بقلب مقبل عليك. فأدعي ربنا وأنت حيران، استسلم لهذه الحيرة. وإنسان يجهل المستقبل فحيران، وإقبلها من ربنا واستشير واستخير. ثم فإذا عزمت فتوكل على الله، وقت ما تاخد قرار توكل على ربنا واجني ثمرة القرار ده أو تحمل مسؤولياته لأنك خدت بالأسباب. دي كانت الفضفضة عن الحيرة اللي مسيطرة عليا النهاردة. يبقى الدعاء، وأنا عارف إن الأيام دي أيام دعاء مبارك مستجاب، فأنا بدعي كده هديك فرصة لحظة تجمع قلبك وتحضر مع الله كده وتدخل في حضرة الله القدسية عشان ندعي بقلوب حاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أرحم المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على شفيع المذنبين، اللهم صل وسلم وبارك على راحم المساكين. اللهم أنزل علينا السكينة، اللهم أنزل علينا السكينة، اللهم أنزل علينا السكينة، اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء والوباء والدماء، اللهم وسع علينا في أرزاقنا، اللهم بلغنا يوم عرفة وأنت راض عنا، اللهم أعنا على حسن صيام وقيام هذه الأيام، اللهم وسع علينا يا رب العالمين في المعاني التي تعرفنا على كرمك، اللهم وسع علينا في المعاني التي تشهدنا كرمك، اللهم وسع علينا في المعاني التي تشعرنا بلطفك وقربك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلاء، ونسألك الشفاء من كل داء. اللهم إنك تعلم أن في كل قلب واحد منا همّا لا يعلمه إلا أنت. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم اقض الدين عنا وعن المدينين. يا رب إن لم تكتب لنا حج هذا العام نحن نحسن الظن بك أنك ستحملنا إلى بيتك الحرام حجاجا ومعتمرين في الأعوام القادمة. يا رب انظر إلينا الآن ونحن نذكرك في أوقات ترضى عنا فيها، انظر إلينا بعين الرحمة، فلن نشقى أبدا في هذه الدنيا ولا في الآخرة، وأنت رجاؤنا وملاذنا يا أرحم الراحمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، نتقابل كل يوم، السلام عليكم.